لاحظت ان اقوى من القسم دخول المجلس. اقسم بالله العظيم قسما قسم لا كفاره فيه، يعني هذا هذا القسم قسم دستوري لا كفاره. بس ما يقدر يقول ما بني على باطل فهو باطل. بيد المصحف، بيد المصحف وهو قاعد يقسم. ما اللي ماسك المصحف ما يعرف يقرا المصحف شنو داخله؟ لعن الله الراشي والمرتشي. لا شفت بعينك استاذ محمد شراء الاصوات؟ شفت بعيني بلغت فتره من الفترات قبل الانتخابات هذه. قبل الانتخابات هذه وهل الانتخابات شفت شيء؟ قبل قدامي شفت هذا الموضوع قدامي وسجلته. وين وجهته؟ وجهته حق المسؤولين ولا صار شيء ولا اي شيء صار. نعم جنك ما يعني كنا شراء الاصوات عادي اللي يقدر يشتري يشتري. جمعية الشفافية موجودة أيامها ما كان في جمعية شفافية. في وقتنا الحالي وقتنا الحالي أنا مو ملتفت حق الموضوع هذا يعني. بس أسمع أنه والله فلان يشتري فلان، بس أنه حقيقي ما لمست الموضوع هذا. بس في تصريح صحفي لجمعية الشفافية يقولون وزارة الداخلية ما تتعاون معنا، وزارة الداخلية تقول بتصريحها ما في أدلة عندنا دليلة، يعني ما ندري إحنا منو صح منو الخطأ فيهم. وجمعية الشفافية شنو واجبها؟ بس اخوي محمد الاستاذ محمد الكل يقول ان طريقه وزاره الداخليه هي اللي تحملها الخطا في طريقه يعني ان يصيدون شراء الاصوات. يعني مثلا العام ب 2009 صادوا شخص وشخص ثاني وبنفس الشخص اللي هو من وزاره الداخليه فرق 5 دقائق، فعابوا على وزاره الداخليه طريقه القبض على حتى طريقه القبض اخر شيء بيطلع بكفاله. انت تجرم شيء وتحط له شيء ثاني. بس كان اللوم اكثر على وزاره الداخليه بالطريقه. اللوم على وزاره الداخليه بس اليوم واجب وزاره الداخليه هي ماسكه الجمعيه الشفافيه. حكم انكم استاذ محمد مرشح بتفائل في عمليه الانتخابات نزاهته، مع العلم هناك احد المرشحين السابقين النواب احد الاعضاء من السمه السابقين ومرشح حالي طعن في نزاهته. طعن في نزاهتها من ناحيه من دائرتكم الثالثه. من دائرتنا الثالثه من ناحيه اللي صار من القضايا اللي صارت، من الناس اللي انشطبت، من الناس اللي رجعت. هو عنده مشكلة مع أشخاص معينة؟ لا 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 هو مو من الأجزاء اللي انت كلمتها كلهم بالدائرة الثالثة. ايه بس مو من المشطوبين أو على قضايا أقوى أو أقوى اثنين انشطبوا عندنا بالدائرة. لا لا مو من هذول. يهدد انت بحس منك انت مرشح حاس في هذا الإحساس اللي حس فيه هذا المرشح. أنا أشوف الكل مجتهد بس هو طريقة اجتهاده، هل تكون طريقة اجتهاده صحيحة أم خاطئة؟ أنت اليوم تقول لي عن بيع وشراء أصوات بالمنطقة، أنت شنو طريقة تحركك عشان تكشف الموضوع هذا؟ وفي عندكم بالدائرة الثالثة بيع؟ والله أنا اللي قاعد أسمعه يقولون في بيع. يقولون إحنا كلنا يقولون بس ما شفنا بالواقع. يقولون في بيع وتخيل وصل الصوت 180 دينار. هذا رخيص هذا. حيل رخيص. يعني باع الصوت ب 180. فيقول لك انا 180 على 180، ليش ان اللي بيع لك ياخذ 20 بعد؟ بس انت لك تواصل اجتماعي وكاتب تغريده لك قبل شوي ان الدائره الثالثه كلام نواعم لغايه 2/2/2012، شنو تقصد في هذه الجمله؟ يستغلون كل الفئات. انت الحين النداء للانتخابات كان للشباب يبون يشوفون وجوه جديده. بس نلاحظ حتى يعني في المرشح اللي قبلك كان الاستاذ عادل شاهين يقول لين الحين الثالثه تقول ان هناك في رموز بالثالثه اللي راح توصل، واهالي الدائره الثالثه مصرين على وصولهم. في رموز، الرموز هذه شلون صارت بمواقفها؟ شلون صار رمز؟ الا عنده مواقف. شنو مواقفه؟ الا تكون مواقفه ايجابيه الناس راح تاخذ على الايجابيه، السلبيات راح تغطي عليها الايجابيات. فهو هذا اللي يخلي يصير رمز. اليوم هذا الرمز لما يفتتح مو نفس لما انا افتتح. صح. الحضور طيب. عنده بالندوه مو نفس الحضور عندي بالندوه. تقيس على الحضور ولا على تقيس على الحضور؟ الحين بالانتخابات 2012 نعم شنو نفس النهج، العموم ماخذ نفس النهج. نعم دخول المجلس بعض الاشخاص بعض المرشحين عندكم بالثالثه حضوره ما شاء الله فاق العدد، يعني نلاحظ بس نلاقيه هو مع احترامي حق الكلمة مهرج. أنت ترسل مسج أو هذا التهريج. نعم. أنت ترسل مسج ويجونك الناس. نعم. وتكلمهم وتطق على الستيج وتصرخ وتحذف وترفع عقالك. نعم. بالنهاية واحد لهم بالنهاية حقا. يعرفون شيء واحد شنو أصناف البوفيه وأنت رفعت عقالك. هذا اللي أقول لك. نعم. شاورما هذا اللي يعرفونه. أنت اهتم في الشاورما. الناس شبعت من الكلام، شبعت. وشبعت من الأكل؟ يبون شبعت وايد من الأكل بس هل الأكل هذا فاسد ولا؟ أستاذ محمد بحكم أنك شاب. ها؟
وهناك حراك شبابي وفي الدائرة الثالثة فيها شباب إن شاء الله فيهم الخير. شو اللي شايف أنت؟ في تغيير قادم بالدائرة الثالثة؟ في تغيير بنسبة كم تغيير؟ بس أني أقول لك في تغيير للأحسن ولا الأسوأ؟ ما شاء الله كل قناة فيها بورصة، كل قناة فيها بورصة. أنت شنو شايف؟ لا تعتقد أن ما في ناس تتبع البورصة. أشوف أنا والله هذا الأول أروح أعطي الأول، مع أنه هو مو صالح أن يعطي الأول. بس في وعي، في وعي في بالدائرة وعي. الثالثة الناس يعني واعية وعارفة الأصلح من الأسوأ. قسموا الدائرة، تقسمت لما تقسم الدائرة هذا يتبع تقسمت؟ إيه هذا يتبع فلان، هذا يتبع فلان، هذا يتبع فلان، هذا يتبع يعني هذا يتبع الفئة الفلانية، هذا يتبع التكتل الفلاني، تتبع منه؟ هذا يتبع أنا مستغرب. أنا أتبع الشباب. يتبعون وأنت ما تتبع أحد؟ أكيد أنا أتبعهم. تقول قسمين؟ أنا أتبع الشباب. أي قسم؟ لا لا مو قسمين، كذا قسم. أنت لما تكلمني والله بتكلمني عن حضر، عن بدو، عن سنة، عن شيعة، عن جميع الطوف، كل واحد وعنده قاعدته اللي تحرك منها. هذه موجودة في كل الدوائر، في كل الدوائر بالذات. إيه بس لا بالثالثة بكثرة. شوفوا اجتهادهم وقاعد يجتهد عشان شنو؟ عشان نفسه ولا علشان اللي صوتوا له؟ لا بس اخوي محمد شنو اسباب ان الناس كلها ملتفته على الدائره الثالثه وناطره مترقبه نتائج الدائره الثالثه؟ شنو الشيء الغريب اللي بالدائره الثالثه تخلي الناس كلها تلتفت؟ كل فئات المجتمع فيها. بس يقول لك التغيير راح يكون مفاجاه يعني بالدائره الثالثه. واللي خلى الناس تلتفت لها اللي يعني اللي انا قاعد اشوفه الحروب اللي بين المرشحين. في حروب، هذا قال عن هذا وهذا قال عن هذا، اشاعات يعني، اشاعات الى ما لا نهايه ولا ما راح تخلص الشعار. وزادت بالوقت الحالي لان قبل الانتخابات هم راح تزيد، وبيوم الانتخابات راح تزيد اكثر. التواصل الاجتماعي مؤدي دوره صحيح؟ التواصل الاجتماعي يزع يعني، في ناس قاعد يزعلون من التواصل الاجتماعي. ليش؟ يقول لك والله هذا تكلم عني بكذا، ويروح يشتكي عليه ويروح يحوله ويروح يسوي له. زين انت ليش ما ترد عليه؟ هذا تواصل اجتماعي. انت على اليوم اصبحت لما تقعد بالديوانيه واحد يخالفك بالراي تروح تشتكي عليه. اصبح هذه الثقافه عندنا احنا الكويتيين، بس اروح اشتكي، اروح مخفر واشتكي. هذا معناها ما كانت موجوده عندنا النقد. ما تبي احد يشتكي عليك، روح اقعد ببيتكم، لا تنزل. نفس ما انت نفس ما استعنت بالشباب وطلعتهم الشارع. هذا الماده اللي استعان بالشباب، الماده العاشره، الباب الثاني. شو يقول لك؟ المقومات الاساسيه للمجتمع الكويتي ترعى الدوله. النشأ، منو النشأ؟ النشأ الولد الصغير ترعاه من وهو صغير، وتحميه من الاستغلال استغلوه، وتقيه الاهمال اهملوه. بعدين يعني يقول لك ما عندي وظيفه، كل ما تكلم واحد قال ما عندي وظيفه. من اللي استغل الشاب الكويتي؟ يستغلونه اللي طلعوا. من اللي طلعوا استغلونه؟ من اللي طلعوا؟ اللي قالوا احنا معارضه طلعوا وياهم معارضه، اللي احنا قالوا احنا معه فهو ما يدري وين يروح، ما يدري وين الاصل، ما يدري وين يروح. فمن اللي يحمي؟ طرقت الحين انت وصلت لي ثقافه استاذ محمد عبد الله مقاطع مرشح الدائره الثالثه، انه يطلعون بورصه القنوات، يطلعون من حظوظها اكثر، وتفاعل. يطلعون اللي يطلعونهم وتفاعل. ليش؟ ما في عقليه، ما في تفكير، فيه عارف اللي له واللي عليه. فيه حراك الشباب اللي صار الاخير الحراك السياسي بمعنى اصح، وعى الناس، فهم الناس، عرف هذا مصلح، عرف هذا مخطئ. هذا اللي عرفنا، هذا اللي عرفته. بس اللي هم قاعد يوصلونه لا شيء ثاني، ان احنا قاعد احنا نبي لك المصلحه بالموضوع هذا. طيب وين دور الاسره استاذ محمد؟ دور الاسره وينها؟ وعي الاسره يعني انها تحافظ على هالاجيال هذه من الحين. الواحد قام يسمع صوت صاحب صديقه يعني، ولا يسمع صوت اسرته. نعم يعني خلاص بيقول له ابو والام. مو متشائم، هذا الواقع، ولا هذا واقع، هذا الواقع. اي هذا الواقع، وقاعد تعيشه مع الكل. الكل متذمر. دور الكل وسائل الاعلام اللي انت ذكرته، بس دور وسائل الاعلام البورصه ما في وعي من وسائل الاعلام، ما في مقابله مرشحين. هذا هو، انت قاعد تقول لي تويتر، وقاعد تقول لي والله البورصه، وقاعد هذا الموجود اللي موجود قدامه في الحين. الحين اذا تروح دواوين تشوفه حاط على اي قناه ثانيه، اي قناه ما فيها كلام عن الانتخابات. ملوا الناس من الانتخابات ومن ملت من خافت الناس من الوضع اللي فات. يعني راح يكون في عزوف عن التصويت؟ لا ما في، ان شاء الله ما يكون في عزوف. عين الخوف مبني على ان شاء الله ما في عزوف. الخوف من الكلام الزايد هذا اللي تقول لك والله انت الحين لما تكلمني عن الكل قاعد يتكلم عن دخول المجلس انه صح ولا غلط. نعم بديهيا الصغير بالعمر لو تقول له صح اللي صار هذا يقول لك لا غلط. ليش؟ الوضع الدخله ما كانت دخله سلميه. زين استاذ محمد شو السبب ان تدش الديوانيات مو حاطينها على برنامج مثلا سياسي او انتخابات؟ مو مهتمين بالدائره الثالثه. شو السبب؟ مو مهتم بالانتخابات يعني دب فيهم الياس.
دب فيهم الياس. معنى غريب استاذ محمد، نلاحظ حتى بالتويتر صغار السن قاعد يشاركون وقاعد يبنون بارائهم السياسيه. أشارك ما شاء الله الديره صارت كلها سياسيين، نلاحظ يصير عندك نسبه تويت. شلون تشاركت التيارات الاسلاميه عندك؟ عندك عندك فولورز، عندك يزيد منك موضة. 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 تحب تسمع كلامك تحب. شلون حظوظ التيارات الاسلاميه بالدائره الثالثه عندكم؟ والله متفوته، ليش انه لا يوم الانتخاب ما تعرف هذا معمل وهذا معمل، هم كذي، هم هذه طريقه. بس يقولون ترتيباتهم ممتازه، يعني ترتيبات خاصه ممتازه. اوكي الكل يمدح في ترتيبات التيارات الاسلاميه. اي بس مو كل الكويت تيار اسلامي، مو كل الكويت شيعي، مو كل الكويت سنه، مو نعم. كل الكويت صوتهم، كل الكويت يصوت، كل الكويت كويتي راح يصوت. التيار الاسلامي ادى دورهم عندكم بدال الثالثه في السابق 2009؟ والله ولا سوى اجندتهم الخاصه؟ والله انا ما احكم، مو انا بروحي احكم عليهم، انت مرشح. الدائره لازم تحكم، انت مرشح. انا اللي اشوفه الحين ان لما تكلم واحد بيقول لك والله انت تبع الفئه هذه ولا الفئه هذه، يعني لا تمشي على قراري. ايه؟ يا انت اذا انت تبع واحده من من الفئات هذه الاسلاميه هذه، انت لا مالك حظ معاهم. طيب اشوف استاذ محمد انك مو متفائل بالانتخابات وخفتها، الاحظ ان من كلامك مبين ان فرص فوزك ضعيفه يعني. ولو كانت يعني في ناس، شنو الهدف طيب من بدايتها خوض الانتخابات؟ انا بدايتي هذا انا اعتبرها هذه بدايتي، نعم، اني والله فزت او اني ما فزت، ما الله وفقني، هذا يعني اجتهاد. هو واجب وطني، اعتمدت على الشباب، اعتمدت على الشباب، مجموعه الشباب هذه. نعم. ولاحظت ان الشباب ملتفت الى جهه ثانيه غير جهتك. لا والله مو ملتفتين، هم ملتفتين للتغيير. نعم. اوكي مو تغيير، بس وين اغير؟ وين اروح؟ التوجيه وين يروح؟ اوكي اغير، وين اروح؟ اغير حق منو؟ الكل رافع شعار ان البلد رايحه، البلد من رايحه؟ هذا هو، انت تحس انه لما تطلع الحين، لما نطلع من المقابله انا احس انه في تفتيش برا، حضر تجول. شنو ما عندنا احنا سياسه؟ ما عندنا هذا الموضوع، عندنا امن وامان، عندنا كل شيء، عايشين مرتاحين وكل شيء، بس هم الصوره اللي يعطونك اياها انه بعد المجلس هذا ما في كويت. ليش تصور لي الموضوع هذا؟ احنا بنفق مظلم، واحنا راح نروح وراح نعيد البلد وراح نبنيها، من قال ان البلد مهدومه؟ على اساس شنو يسوي هالمشاكل؟ على اساس يوصل للكرسي؟ عشان يوصل، وانت ما بنيتها من قبل جاي تبنيها الحين؟ ولا بتكلمني عن عجله تنميه؟ من يدفع عجل؟ دم الشعب انت اول، انت طيب. علمت قله الادب. الوصول الى الكرسي على حساب الكويت شنو راح يفيده؟ راح يفيده اجندته، مناقصاته، شغله، اموره. ليش كل واحد عنده 19؟ ليش كل واحد عنده؟ ليش اسوي نفسهم؟ ليش ما تسوي نفسك؟ تحط لك اجنده وتحط لك تيار وتحط لك كذا، ليش؟ وانا باحسن بلد بالكون، من المهد للحد، وانت عايش ببلاش، تبي اكثر من كذي؟ ايش اسوي لك؟ خدمات ناقصه عندهم. خش اللي ناقص عندك، اللي ناقص عندك صحيح يمشي، خطا المفروض ما يمشي. انت في المجلس القادم؟ والله ان شاء الله يكون مجلس زين. والحكومه القادمه؟ ليش ما ان شاء الله الحكومه تصير زينه بعد. الحكومه مو انا اللي اختارها، مو الشعب اللي يختار الحكومه، الشعب يختار المجلس. بس الحكومه تقيس مخرجات الشعب في مجلس الامه، وهني تحط الحكومه. يعني تختار وزراءها. قصدك انه منو 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 اكثر بالمجلس عشان احط له وزير؟ لا، عمليه اختيار الشعب لاعضاء مجلس الامه شافوهم يعني رتمهم لمصلحة البلد، رتمهم لمصالحهم الخاصة، رتمهم لأمور خاصة، هني تقاس عليهم، يأخذون من ربعهم، يأخذون من حزبهم، من طائفته، من قبيلته، أو عملية نيابية، أو عملية محاصصة. صح. انزين أنت الحين لما تقول البلد بتضيع بعد 2012، من يقول البلد بنطلعها من النفق؟ في أحد قال البلد؟ كلهم، كل الندوات. من اللي قال؟ منهم؟ كل، ما أذكر لك مشكلة أصلاً. إحنا هني في الكويت لا الكل يقول، الكل ينطق، الكل والناس شايفه منو؟ الناس شايفه منو؟ اللي قاعد يقول لك والله من عندك بالدائره تكلم وهدد وخايف على البلد والبلد ضاعت ومنحنى خطير وقابل الانفجار وروح اقرا شعاره وانت تعرف منو من زملائك مرشحين؟ منو اللي يبي يرمم البلد؟ منو يبي يرمم البلد؟ هذا انت اقرا شعاراتهم وانت تعرف منو هذول وكلامهم، من اللي برمى البلد؟ كلام احمد لحظه الحين كله معسول، يعني كلام يتكلم عن محاربه الفساد مع خطه التنميه. الحين بتحارب الفساد 2012، وين كنت انت قبل؟ المشكله اللي بيحارب الفساد كان موجود بالمجلس،
وين كنت؟